البروسس الثالثة في شابتر الريسك مانجمنت هي البرفورم كواليتيتيف ريسك اناليسيس. البرفورم كواليتيتيف ريسك اناليسيس مختصة بعملية التحليل النوعي. انا عايز ابدا ان انا احلل المخاطر اللي كنت عرفتها في البروسس اللي فاتت الخاصة بالايدنتيفيكيشن. انا عملت ايدنتيفيكيشن، عرفت ايه هي الريسكس المحتملة وسجلتهم في الريسك ريجستر. عايز ابدا ان انا احللهم عشان اقيمهم، عشان اعرف البروبابيليتي بتاعت كل واحد فيهم، هل هي هاي ولا ميديوم ولا لو، الامباكت بتاعه كبير ولا صغير، باعتبار ان انا عايز اعرف البروبابيليتي والامباكت عشان اضربهم في بعض واعرف السكور وابدا اعمل بريوريتايز على الريسك ده. نبدا مع بعض الاول في الهدف من البروسيس دي، ذا بروسيس اوف بريوريتايزنج ريسكس. عايز اصنف المخاطر طبقا للاولويه، ارتبهم طبقا للاولويه بتاعتي في التعامل معاهم. فور فردر اناليسيس اور اكشن باي اسيسنج ذير بروبابيليتي اوف اوكيرنس اند امباكت. عايز اقيم الاوكيرنس او البروبابيليتي اوف اوكيرنس، احتماليه ان هم يحصلوا، والامباكت. في مجموعة من الانبوتس والتولز والتكنيكس والاوتبوت. نبدأ مع بعض الاول في البروسيس ماب. البروسيس ماب بتقول لي ان البروجكت مانجمنت بلان هحتاج منها الريسك مانجمنت بلان اللي هتقول لي ازاي تعمل البروسيس دي، ازاي تعمل كواليتيتيف اناليسيس، ايه هي التولز اللي انت هتستخدمها في الموضوع ده. من البروجكت دوكمنتس محتاج الاسامشن لوج عشان لو كان في فرضيات معينة او ان انا اراجع الفرضيات الموجودة. الريسك ريجستر لان موجود فيه الريسكس نفسها اللي انا هبدأ ان انا اعمل لها اناليسز. الستيك هولدر ريجستر عشان محتاج مثلا ان انا اتواصل او ان انا اعمل انترفيو مع الستيك هولدرز، فمحتاج اعرف مين هم الستيك هولدرز، محتاج الستيك هولدر ريجستر، وكالمعتاد الـ EEF والـ OPA. بالنسبة للأوتبوت المتوقع هنا هيبقى تحديث على الريسك ريجستر. طبعا هو قال لي project documents update، منهم تحديث للأسامشن لوج، تحديث للإيشو لوج لو كان في مشاكل معينة ظهرت بسبب ان انا عملت الاناليسز ده فابدأ ان انا ازودها. الريسك ريجستر وده يعتبر اهم تحديث عندي او اهم اوتبوت عندي في البروسيس دي، ان انا بزود بقى الكلام ده في الريسك ريجستر والريسك ريبورت. في موعد الريبورت ببدا ان انا اصدر ريبورت معين هيشمل الكلام ده باعتبار ان هو يبقى بيريوديكال ريبورت او تقرير في الموعد بتاعه. نبدأ في الانبوت، او الانبوت قلنا عليه هو الريسك مانجمنت بلان. الريسك مانجمنت بلان بتقول لي ازاي هتعمل البروسيس دي من ناحية الرولز والريسبونسبيليتيز، مين هم الناس المختصين بموضوع الاناليسز، الرول بتاعه ايه، هل هو ريسك انجينير، ريسك سبيشاليست او ريسك مانجر، مين هو الشخص اللي هيعمل والادوار بتاعتهم. البادجت والسكادجول اوف ريسك مانجمنت اكتيفيتيز، الاكتيفيتيز دي هعملها كل قد ايه، هل هي مثلا شهريه، اسبوعيه، كل اسبوعين، في اكتيفيتيز مثلا هتعمل باستمرار، فمحتاج ان انا اكون عارف السكادجول والبادجت بتاعت الاكتيفيتيز دي. الريسك كاتيجوريز والار بي اس، لان الار بي اس او ريسك بريك داون ستراكشر بيبين لي تسلسل المخاطر ده، وتسلسل المخاطر بيفيدني في عمليه التحليل بشكل كبير. وإن كان الكاتيجوريز ممكن تكون اوريدي موجودة في الريسك ريجستر لو أنا كنت حطيت التصنيف كعمود من أعمدة الريسك ريجستر، التصنيف بتاع الريسك، لكن هو بيفترض إن فرضا أنا مش هحط العمود دوت، وأنا محتاج دلوقتي أكون عارف كل ريسك تبع أنهي كاتيجوري عشان أبقى عارف أنهي كاتيجوري مثلا هي اللي فيها أكبر ريسكس، أو أنهي كاتيجوري هي اللي بيصدر عنها إمباكت عالي، باعتبار إن أنا أبقى كمان قادر أصنف على الكاتيجوري. Definitions of probability and impact، التعريف بتاع probability والimpact اللي كنا عملناه مع بعض في الماتريكس لما قلنا كل كاتيجوري منهم ممكن ان هي يبقى ليها رقم، الميديوم كام، 0.3 0.4 مثلا، السمول او اللو probability او اللو impact. ببدأ ان انا ابقى محتاج الماتريكس دي اللي بتبين لي كل كاتيجوري ممكن ان انا احولها تبقى رقمية ازاي. من ضمن الايتيمز اللي في الريسك مانجمنت بلان الستيك هولدر ريسك ثريشولدز. الثريشولدز قلنا عليها العتب او الليميت اللي لغايه عنده ممكن يكون الريسك ده اكسبتابل. من ضمن العناصر بتاعت الانبوتس البروجكت دوكيمنتس، ومنها الاسامشن لوج سجل الفرضيات، الريسك ريجستر اللي بيحتوي على المخاطر نفسها لان انا محتاج المخاطر دي ابدا اعمل لها اناليسيس فعايز اعرف هي ايه المخاطر الموجوده، الستيك هولدر ريجستر عشان اتواصل معاهم وانا بعمل الاناليسيس، الانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز والاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس كالمعتاد.
بالنسبة للتولز والتكنيكس، أول واحدة هي الإكسبرت جادجمنت، محتاج ناس إكسبرت يكون عندهم خبرة في عملية الكواليتيتيف أناليسز، يعرفوا يحللوا الريسك ده بشكل نوعي، يقدر إن هو يقيم هل الريسك ده يعتبر ميديم ولا هاي ولا لو، محتاج إن هو يكون عنده خبرة في الريسك مانجمنت بشكل كبير. بالإضافة لأننا محتاج إن الخبراء يكون عندهم خبرة في نفس نوعية المشاريع دي في السيميلار بروجيكتس. التول والتكنيك الثاني هو داتا جادرينج، جمع البيانات. انا محتاج ان انا ابدا اجمع البيانات، ده هيكون من خلال الانترفيو مع الستيك هولدرز، مع تيم ممبرز، مع بروجكت مانجر. طيب الانترفيو ده ممكن يكون له اكتر من نوع، الثلاث انواع الشهيره ستراكشرد او نون ستراكشرد او سيمي ستراكشرد. الستراكشرد مقصود بيه ان هو مهيكل. يعني ايه مهيكل؟ مهيكل مقصود بيها ان الانترفيو نفسه عباره عن مجموعه اسئله، الاسئله دي موجوده ومكتوبه بالفعل في نموذج، وانا ببدا اسال الراجل اللي معايا في الانترفيو على الاسئله دي وهو بيجاوب وما بيطلعش بره الاسئله دي، ده كده ستراكشرد انترفيو. ممكن يكون سيمي ستراكشرد، يعني في اسئله بالفعل موجوده ومحطوطه وانا بسال فيها، لكن الراجل اللي بيجاوب متاح له ان هو يزود او يقلل او يضيف حاجه مثلا زياده، ده كده يبقى سيمي ستراكشرد. النون ستراكشرد اللي هو بيبقى ما فيهوش اسئله اصلا، بيبقى الراجل اللي بيعمل انترفيو هو مباشره مع الناس الستيك هولدرز مثلا اللي بيجاوبوا على الاسئله، وبيبقى اللقاء مفتوح وما في اسئله متنوعه مش محضره او لم يتم اعدادها مسبقا. فكده قال لي ان النوعين اللي عندي الستراكشرد والسيمي ستراكشرد، لان دول بيبقوا انجح من الانترفيو النون ستراكشرد اللي هو ما فيهوش اي بلاننج للاسئله نفسها. Structured or semi-structured interviews can be used to assess the probability and impact of individual risks. ببدأ أقعد مع الستيكهولدر في الانترفيو وأسأله عن الريسك ده، هل تتوقع أنه يكون كذا ولا كذا، الامباكت بتاعه متوقع أنه يكون إيه من واقع خبرته، وأبدأ أن أنا أحلل النتائج دي بعد كده اللي جمعتها من الستيكهولدرز المختلفين. فعشان كده التول والتكنيك اللي هنا اللي هو الديتا جاذرينج لازم هيتبعه بعد كده اناليسز، فمحتاج ان انا اعمل ديتا اناليسز. من ضمن الاناليسز او اول حاجه اتاكد الاول من الكواليتي بتاعت الانفورميشن نفسها، هل الكواليتي اللي انا جمعتها او الكواليتي بتاعت الديتا اللي انا جمعتها هل هي فعلا صحيحه ولا الناس كانوا بيقولوا كلام مش منطقي، الكواليتي بتاعتها ضعيفه لا يعتمد عليها. محتاج ان انا اعمل عمليه مقارنات ما بين الديتا كلها وبعضها عشان اعرف هل فيها فعلا اختلاف في الكلام بشكل كبير ولا ايه. Risk Data Quality Assessment Ensuring that data is accurate صحيحة and reliable اقدر ان انا اعتمد عليها. Risk Probability and Impact Assessment عايز اعمل تقييم للprobability والimpact. البروبابيليتي مقصود بها ان انا ابدا اقيم هو الريسك ده احتمال انه يحصل قد ايه، عايز اوصل لدرجه معينه، هل وسط ولا قليل ولا عالي، كم في الميه، عايز اللايكليهود داتا سبيسيفيك ريسك والاوكير النسبه بتاعته، نسبه احتماليته. نفس الشيء الامباكت، عايز اعمل اسسمنت للامباكت. ريسك امباكت اسسمنت كونسيدر ذا بوتنشال افكت اون بروجكت اوبجكتيفز، ممكن يكون لو امباكت على التايم، ممكن يكون لو امباكت على الكوست، ممكن يكون له impact على الكواليتي بتاعت البرودكت بتاعي. Probability and impact can be assessed in interviews or meetings with selected participants. أبدأ إن أنا أعمل لهم assessment أثناء الانترفيو نفسه. Risk with low probability and impact لو الريسك ده ضعيف في probability أو الاحتمالية بتاعته قليلة والimpact بتاعه هيعمل تأثير قليل جدا، طيب لما هضرب الاثنين دول في بعض هيطلع رقم قليل قوي بالنسبة للسكور، فبالتالي الريسك ده مش قلقني في شيء، فعشان كده بحطه في حاجة اسمها الواتش ليست. الواتش ليست ببدأ بس إن أنا أتابعه عن بعد، هل الريسك ده ما زال فعلا البروبابيليتي قليله وما زال الامباكت بتاعه قليل باعتبار ان انا مش هاخد اجراء تجاهه ومش هبقى قلقان منه، فمحتاج ان انا اتابعه بس عن قرب. Risks with low probability and impact may be included within the risk register، هخليهم جوه الريجستر as part of a watch list for future monitoring عشان متابعه المستقبليه.
من ضمن عناصر الديتا اناليسز assessment of other risk parameters. احنا قلنا ان في اتنين بارامتر مهمين اللي هما probability والimpact. في برضو مجموعة من البارامترز المهمة اللي محتاج برضو ان انا ابص عليها. There are some other characteristics, خصائص ثانية for risk in addition to probability and impact, بالاضافة لل probability والimpact, that could be considered and when prioritizing risks for further analysis. اخدهم في اعتباري. العامل الاولاني اللي هو urgency معناها الضرورة, الوقت اللي من ساعة ما يحصل الخطر لغاية الاستجابة, الوقت من حدوث الخطر وحتى الاستجابة, ده يعتبر urgency. لو الوقت قليل اكيد يبقى انا urgent ان انا لازم اخد response, لو الوقت كبير يبقى خلاص انا ممكن اتأخر في الresponse فالموضوع مش مقلق قوي. proximity هي عبارة عن القرب, هل الخطر ده أوشك إن هو يحصل, هل أوشك حدوث الخطر ده. النقطة اللي بعديها dormancy اللي هي السكون, اللي عبارة عن من ساعة ما يحصل الريسك نفسه لغاية ما شوف الانفلونس أو الامباكت بتاعه بياخد وقت قد إيه, دي بنسميها فترة السكون اللي هي من ساعة ما يحصل الريسك لغاية ما يرى الامباكت بتاعه. manageability سهولة إدارة الخطر أثناء الحدوث أو أثناء ما بيحصل. controllability إمكانية التحكم في النتائج, هل النتائج بقدر إن أنا يبقى لي سلطة عليها وأقدر إن أنا أتحكم فيها ولا لا النتائج ما أقدرش أتحكم فيها خالص فبالتالي يبقى الريسك ده مقلق جدا. يعني كل العوامل دي بالإضافة للprobability والimpact. يعني موضوع controllability هيبقى مختلف عن probability, ممكن الاحتمالية بتاعته قليلة والimpact بتاعه متوسط مثلا, فأنا مش قلقان قوي بس مش اللي هو يتحط في الواتش ليست, لكن في نفس الوقت مقلق بنسبة صغيرة, لكن الكنترولابيليتي بتاعته ضعيفة قوي, مش هقدر اتحكم في النتائج, فبالتالي الامباكت ده يبقى غالبا لما هيحصل ممكن النتائج بتاعته تكون سيئة, ان هي مثلا تكون سلبية تأثر على المشروع بشكل ما, وانا ما اقدرش ان انا انفذ الريسبونس بلان اللي انا كنت ناوي ان انا انفذها لما يحصل الخطر ده, فمش هبقى قادر اعمل كنترول وقتها. من العناصر برضو detectability, هل بقدر بسهولة ان انا اكتشف الخطر ولا الموضوع ما بيبقاش بسهولة, ابقى انا محتاج اركز بزيادة قوي في ان انا اعمل detection او اكتشف الخطر ده. الconnectivity, هل الخطر ده بيأثر على المخاطر التانية, مدى ارتباط الخطر ده بالمخاطر الاخرى. الاستراتيجيك امباكت, هل له تأثير على الأهداف الصغرى للمشروع ولا الأهداف الاستراتيجية للمشروع. أهداف صغرى زي مثلا يعني لو بنتكلم على التايم بتاع واحد من الاكتيفيتيز اللي هو مش على الكريتيكال باث, فبالتالي هو هيأثر على الاكتيفيتي ده وهيأخره لكن مش هيأخر المشروع بالكامل, فممكن ساعتها أعتبر ان ده مش استراتيجيك مثلا, أو مثلا ان أنا مش هقدر أنفذ مبنى معين من المباني الرئيسية اللي موجودة في المشروع بسبب خطر معين, فده كده بيأثر على الموضوع الاستراتيجي أو بيأثر على العوامل الاستراتيجية. النقطة اللي بعديها هي propinquity. propinquity مقصود بيها التقارب في وجهة نظرنا كلنا ناحية الخطر ده, هل حد شايفه بطريقة مختلفة بنظرة مختلفة, هل حد شايفه مثلا هاي واحد تاني شايفه ميديم واحد تالت شايفه لو, لا يبقى الموضوع فيه غلط, فيه مشكلة, يبقى كده مش كلنا شايفينه بنفس وجهة النظر. لكن لو كلنا مجمعين على ان الريسك ده لو او الريسك ده هاي فخلاص بيبقى الموضوع مش مقلق, ببقى قادر ان انا اصنفه بسهولة وابقى فاهم خلاص الريسك ده طبيعته ايه. لكن لو في اختلاف في وجهة النظر ما بقدرش ان انا اخد مثلا ايه افريج بسهوله, لا لازم ان انا احسب او افكر هو ليه في اختلاف في وجهات نظرنا كلنا تجاه الريسك ده. فدي مجموعه من العوامل اللي بدا ان البينبوك يسردها عشان ما يعتمدش فقط على البروبابيليتي والامباكت, يحاول ان هو ياخد في اعتباره العوامل دي. من ضمن التولز والتكنيكس الانتربيرسونال اند تيم سكيلز, ده لان هيبقى عندي ميتينجز او انترفيوز مع الستيك هولدرز فمحتاج ان انا اديرها بشكل كويس. فاسيليتيشن, ات امبروفز ذا افكتيفنس اوف ذا كواليتاتيف اناليسز. من ضمن العناصر برضو الريسك كاتيجورايزيشن, انا محتاج اعرف الكاتيجوريز الموجوده, الريسك بريك داون ستراكشر, الدبليو بي اس او اذر اورجانيزيشن سيستم, ده كله بيسهل عليا اداره المخاطر او ان انا اعرف اعمل عمليه الاناليسز بشكل كبير, وكمان ان انا اصنف مثلا انهي كاتيجوري هي اللي كان جاي منها اكتر حاجات, انهي كاتيجوري المقلقه, في كاتيجوريز مش مقلقه قوي فمش لازم ان انا اعمل لها اناليسز بشكل كبير وهكذا. فالكاتيجوري بتاثر بشكل ما على موضوع الاناليسز.
من ضمن التولز والتكنيكس الريبريزنتيشن، لان انا عملت اناليسز وطلعت بيانات وعايز اعمل ريبريزنت للبيانات دي. فمن ضمن التولز والتكنيكس اعمل ريبريزنتيشن للبروبابيليتي والامباكت باستخدام ماتريكس شبه اللي انا كنت عملتها قبل كده، بس هبدا ان انا اوقع عليها الريسكس نفسها. انا في الاول كنت بستخدمها عشان اطلع القيمه بتاعت الريسك واضرب البروبابيليتي في الامباكت يطلع سكور، اقدر ان انا اعمل عمليه التصنيف او البريورتايزيشن من خلال السكور. هنا بقى محتاج ان انا اعمل تمثيل للبيانات. تمثيل للبيانات ان انا ادي صورة رسومية للاخرين عشان يقدروا ان هم يشوفوا الريسكس قدام عينيهم ممثلة بيانية. فده هيتم من خلال ان انا اخد البروبابيليتي اند امباكت ماتريكس المعتادة وابدأ ان انا اعمل توقيع للريسكس عليها. طيب انا هنا حطيت عنصرين بس اللي هما البروبابيليتي والامباكت، ممكن ان انا احاول ان انا اضيف واحد من العناصر التانية زي موضوع البابلز مثلا او الفقاعات. البابل شارت او الفقاعات ممكن ان انا استخدمه عشان يبقى عندي بارامتر ثالث، المحور الافقي هيبقى شيء والرأس هيبقى شيء وحجم الفقاعة هيبقى البارامتر الثالث. فهنا على اليمين ده شكل من البين بوك بدأ ان هو يقول انا ممكن اخد البروكسيميتي والديتكتابيليتي الاثنين دول بالاضافه للامباكت هيبقى ممثل في حجم الفقاعه. من ضمن التولز والتكنيكس الميتينجز. الميتينجز اجتماعات، انا محتاج اعمل اجتماعات مع الناس عشان ابدا برضو اقيم المخاطر واعرف هل الريسك ده هل هو البروبابيليتي هاي ولا لو ولا ميديوم. محتاج ان انا اعمل الكلام ده من خلال الميتينج. A risk owner will be allocated to each individual risk as part of this process. وكجزء من البروسيس دي هبدأ ان انا اخصص مين بقى اللي هيكون مسؤول عن الريسك ده من التيم ممبرز مثلا عشان ان هو يتابع معايا الريسك ده خلال فترة المشروع ويبقى عينه على الريسك ده عشان لما يحصل الريسك يبدأ ان هو ينفذ الريسبونس بلان اللي هنعملها بعد كده. Risk owner will be responsible for planning the response and for reporting progress on managing that risk. هيبدا ان هو يكون مسؤول عن التخطيط بتاع الريسبونس اللي احنا المفروض نعمله، وكمان هيعمل ريبورتنج عن الريسك ده خلال فتره تنفيذ المشروع عشان يقول لنا هل الريسك حصل، طب لو حصل هل هو اخد فعلا الريسبونس بلان نفذها ولا لا. الاوتبوت عندي في مجموعه من الاوتبوتس، يعتبر الاوتبوت الرئيسي هو الابديت للريسك ريجستر. زي ما كنا قلنا ابديت للريسك ريجستر معناه ان انا اخد الريسك ريجستر واقول انا كان عندي مجموعه من الريسكس، طيب عملت ايه خلال البروسيس دي؟ حللت او عملت اناليسز للريسك نفسه عشان اشوف البروبابيليتي والامباكت بتاعه بشكل نوعي كواليتاتيف اناليسز. طيب بناء على كده طلعت عندي نتائج اللي هي البروبابيليتي بتاعت كل ريسك والامباكت بتاع كل ريسك، هبدا ان انا اضيفهم في الريسك ريجستر. فعشان كده الريسك ريجستر يعتبر اهم ابديت بالنسبه لي. في مجموعه تانية من الابديت زي الاسامشن لوج. الاسامشن لوج لو في اسامشنز جديده مثلا تم عملها اثناء البروسيس دي. الاشيو لوج عشان لو في مشاكل جديده اكتشفناها واحنا بنعمل اناليسز للريسك. الريسك ريجستر اللي قلنا عليه في بدايه الكلام على الاوتبوت ده، ابديتد وذ نيو انفورميشن جنريتد ديورينج ذيس بروسيس بناء على التحليل اللي عملته. الريسك ريبورت ابديتد تو ريفليكت ذا prioritized risk، وطبعا الريبورت بيبقى periodical بيبقى في موعد معين. updated to reflect the prioritized risks المخاطر نفسها بعد ما عملت لها prioritization عشان اعرف مين اكتر واحد له سكور عالي وفي مين اقل واحد له سكور قليل وهكذا. usually those with the highest probability and impact ببدأ ان انا اقول مين اللي له priority عالية لان دول هيبقى عليهم العين بشكل اكبر، وممكن كمان اعمل لهم quantitative analysis اختارهم واقول لهم الريسكس دي بما ان هي عالية ومقلقة فمحتاج ان انا احللها زيادة بقى بشكل كمي كمان عشان احول الكلام ده لارقام، اشوف ارقام قدام عينيا، هو الامباكت كام، الفلوس قد ايه، الديلي اللي ممكن يحصل قد ايه، البروبابيليتي كام في المية بالظبط، لان انا محتاج الارقام دي في قراراتي لان هي بتفرق زي ما هنعرف بعد كده في الكوانتيتيف اناليسز بتفرق جدا القيمة كام عشان هستخدم الارقام دي في حساباتي. وبكده يبقى انتهينا من البروسيس الثالثة perform qualitative analysis.